بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. محبي وأوفياء قناة عالم الطيور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد حول موضوع هل يمكن غسل البيض قبل وضعه في الفقاصة؟ قبل البدء أتمنى من المشاهدين الجدد دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع علامة الإعجاب للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. موضوع حلقتنا اليوم مهم جدا لكل مربي دواجن أو طيور السمان يريد تفقيس البيض، وذلك لإنتاج قطيع كبير وتوسيع مشروعه، وهو غسل البيض قبل وضعه في الحاضنة أو الفقاصة. تطرقنا في فيديو سابق حول موضوع مواصفات وشكل البيض الجيد الصالح للتفقيس قبل وضعه تحت دجاجة أو في فقاصة. أما الآن سوف أقدم لكم ثاني خطوة مهمة تقومون بها بعد اختيار البيض المناسب قبل تفقيسه، وهي غسل البيض، وأسهل وأسرع طريقة لذلك. حسب بعض الدراسات والبحوث العلمية التي أجريت، فمن الضروري غسل القشرة قبل وضعها، لأن العديد من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض تبقى عليها، والتي تسبب المرض في الكتاكيت حتى لو كان الطائر يتمتع بصحة جيدة للوهلة الأولى، فقد يكون حاملا للمرض. وفي الطرف الآخر يجادل آخرون على العكس من ذلك، أنه في الظروف الطبيعية لا تتم معالجة القشرة وتفقس الكتاكيت بصحة جيدة على مبدأ الضعيف يموت على كل حال. الآن سوف أقوم بشرح مبسط لطريقتي الخاصة حسب خبرتي في التفقيس، وهي طريقة جد سهلة وسريعة. أولاً نقوم بإحضار وعاءين، الأول فيه البيض المراد تفقيسه والثاني فارغ. ثانيا نقوم بتبليل قطعة من القماش أو بواسطة إسفنجة بالماء الدافئ. ثالثا نمسك البيضة بكل رفق وتجنب الضغط عليها لتفادي كسرها أو إحداث شقوق في القشرة الخارجية. بعد ذلك نقوم بمسح البيضة على جوانبها من أعلى حتى الأسفل، ثم نقوم بتجفيفها بقطعة قماش أخرى جافة. هنا نكون قد أتممنا مراحل اختيار البيض وتنظيفه قبل البدء في عملية التفقيس. تابعوني في الفيديو القادم والذي سيكون بعنوان كيفية تحضير الفقاصة وتنظيفها ووضع البيض داخلها. لا تبخلوا علينا بوضع علامة الإعجاب للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.